أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الاستمرار في تعزيز تكامل منظومة المساعي الهادفة لرفض مسيرة التنمية الشاملة في هذا الوطن العزيز تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله التي تسير بخطى ثابتة بتكاتف أبناء هذا الوطن معززة بالإصرار على العطاء بعزم لا ينثني نحو البناء والتقدم لتبقى مملكة البحرين كما أرادها جلالة الملك المفدى وطنا يتسع للجميع تسوده قيم المحبة والألفة. وأشار سموه إلى أن تواصل نمو القطاع غير النفطي يعد من المؤشرات الإيجابية التي تدل على صحة التوجه الاقتصادي الذي تسير عليه المملكة والذي يجعل من الالتزام بأهمية الاستمرار في تبني سياسات مالية مستدامة أولية تخدم أهداف التنمية والتطوير الشاملة. وأضاف سموه بأن العمل مستمر لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص إيمانا بدوره المحوري المساهم في التنمية الاقتصادية عبر توفير المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص بما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية بما فيها الجوانب المتعلقة بالتخطيط العمراني من تخطيط وترخيص ورقابة. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجالس الحاج أحمد منصور العالي وأبناء حج حسن العالي والسيد خالد المؤيد حيث تبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل معربا سموه عن سروره بزيارة المجالس الرمضانية العامرة التي تجسد تلاحم الأسرة البحرينية الواحدة وحفاظها على ما يتم توارثه من العادات الأصيلة في التواصل والتراحم. ونوه سموه بدور هذه المجالس في زيادة توثيق أواصر المحبة وترابط المجتمع البحريني وتماسكه مشيدا بإسهامات العائلات التجارية في دعم الحركة الاقتصادية في البلاد ومشاركة الجميع في العمل نحو المزيد من التطور والبناء. وقال سموه إن الهوية البحرينية الجامعة وما تمتاز به من انفتاح على مختلف الثقافات هي من الأسس الوطنية التي كرست في المجتمع سعة الآفاق واحترام سمة التنوع. لافتا سموه إلى أن ما يلمسه الجميع في مجالس أهل البحرين من صورة مشرفة تعكس عمق الارتباط بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة الذي يمثل التواصل ركنا أساسيا فيها. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس عن تقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على هذه الزيارات التي يحرص سموه عليها في هذا الشهر الفضيل مشيدين بما يليه سموه من دعم كبير لمختلف أوجه التنمية في البلاد.